ايوه، ما هو انت تحبش وراه بتلاقيه كل املاكه مرهونه للبنت. هو يعني هاي كل واحد بينه وبين ربنا، يعني ما نقص مال من صدقه. في ناس يعني بديش تعطي، ما بحبوش يعطوا قدام الناس، مش شعب بخيل، الناس طفرانة يا زلمة. مظبوط، صح. والله اليوم هذول الثلاثة متوفيين اني بكيت عليهم، هذول الأطفال. شكرا حبيبي. شايف علي. انا والله ابن خالتي مظبوط، صح. الله يكون بعونهم، يعني شو بيسوي الواحد، ما بيقدر الواحد يساعدهم والله. ايوه، يعني هذا كله عند ربنا بلاقيه والله. والله سمعت عنها هذيك مرة، واحد حكى عنها والله. اشتروا كنبيات لواحد وعفشوا له بيته. هذا كان محبوس، كان له 5 سنوات، بس طلع من السجن ما لقاش اشي ببيته. واحد ايوه، يلا الله يجزيه الخير يعني ويكثر امثاله. كله بلاقيه، هذا اللي بفيده عمله. يعني تجيها بس، يعني كله بروح لها الفقرة، صح ولا لا؟ يعني الحمد لله، الله يكثر من امثاله ان شاء الله كلها. يعني الواحد بحب يعمل الخير والله. يا سيدي، يعني ما خصش شيء، ان شاء الله الله بيعوضوا فيهم وبولاده. يعني والله الحمد لله وبخير هياتنا، يعني شو بنقول بالبيت. الحمد لله. بس يا اخي بتجيني تنميلة من ورا هاي الجرعة الثالثة ونغزات بقلبي. انا بالدار بمشي، بحرك حالي. ان شاء الله. انت بتطلع بتروح وبتيجي، بشوفكاش انا مرات بمر بحد دارك بشوفكاش يعني. سلامته. صحيح، في
في تسجيل في في الأسبوع بعد أسبوع تسجيل للجيش إذا دفنت الوائل. ها ما طاب بعده ولا؟ عشان معدته. طب شو اعمل شو يعني شو شو مشكلته؟ طيب هاي طيب جرتوه مرحلة ثانية شو يعني شو سببها شو مسوي شو ماكل شو؟ ايوه 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 اضطريت انك تجيب لهم هون عرايه الرباعي هو شو دخلوا بالهذا هو جوا بيشتغل يعني من يوميتها مظبوط ما بصير طلع تعطي ادويه كثير الله الله يشافي لك اياه وعافيه هاي بتطول بده ها طب يشرب حليب عادي ما هو المهم هذا يعني يشرب حليب يقوي حاله شو دي دايزة اوعى ما انت متعود يعني السم طبيعي عن السم ايوه سبحان الله لا والله وين هذا اروح العب شوي تروح سبحان خذ علي هذا
بس هي بتطور الحلزونية بده هذا شايفة. اه دوت الحلزونية هاي. طيب ودي عليه يعني. شايف علي هذا دير بالك. اه والله انا واحد حكى لي اه بعد اسبوع في تسجيل للجيش. والله سجله والله هسه احسن ايش الجيش. هاي بدنا نسجل احنا يزن بلكي سجلناه. لانه والله شو ما يشتغلوا عند الناس بتعبوا على الفاضي، وانا بضل يعني بشتغل بشغله حكوميه بيطلع له تامين بيطلع له فرص احسن. هاي بشتغل بطعم بفتح عليه من الصبح لاخر الليل وما فيش شكرا ولا يعطيك العافيه. أو شايف عليه يعني ما حداش بقدر يعني تعب الواحد. والله بطلع من الظهر بروح اخر الليل بنشوف فوز يعني مش صعبه شويه. مش حياه يعني. بعدين ما بتلاقيش معه مصاري بصرفهم يعني، بتلاقيه على الاكل وهذا بيجوع وبيشرب وهذا. بالجيش خلص معروف راتبه ثابت معروف شو عنده. لا سمح الله مرض عنده تامين هون، اذا مرض بغربة قال لي بده 50 ليره. كيف مأمن؟ طب يزن شالوه من التأمين كيف بقدر أرجعه؟ ما أبوه توفى. طب مو كيف صار عمره 23 سنة؟ عمره 23 سنة ما يعني بدرس. بعرفهم انا رحت على ما مره عملتهم تامين وهم صغار هم نفسهم محل غاد. هسه اخته الثنتين في اخته اللي عندها المريضه ما بتاخذش لانه ما رضوش يفتحوا له حساب بالبنك. هسه عم بيعمل قرار.